بنت ولا كل بنات وهي اصغر مدربه اسود في مصر. كلنا فاكرين ان مدربين الاسود لازم يكون عندهم صفات جسديه كده خاصه علشان يقدروا ان هم يتعاملوا وكمان يدربوا كل الاسود. النهارده معانا نموذج هايل جدا للبنات والبنوته الجميله اللي معانا لازم نسلط عليها الضوء النهارده، وهي النوسه الجميله. برضو مساء الخير عليك. مساء الخير يا فاطمه. ازيك يا نوسه؟ مساء الخير يا عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ تمام. النوسه زي احنا يعني ما احنا شايفين كده انت اموره وكيوت خالص. نفسي اعرف انت بتدربي الاسود يعني ازاي ومن امتى؟ هو انا بدرب الاسود من زمان، من وانا عمري سنتين. طبعا الاسود موجوده عندنا في بيتنا، بس التدريب بقى ابتدى معايا من وانا بالظبط عندي 9 سنين. ابتديت ان انا بابا بيعمل عروض هو وجدتي، فابتديت ان انا اشبط معاهم، اللي هو عايزه ادخل معاهم العروض. فهو شاف نظره في عينين ممكن دي تكون فيهم الايام تكون مدربه. فابتدى ان كنت بشبط بقى معاه، اللي هو عشان خاطري عايزه ادخل. طبعا بابا بيدرب اسود كبيره بدايه من 15 اسد ونمر. فانا ابتديت ان انا اللي هو ايه شويه اتسحب معاه، لغايه لما في مره قلت له طب اعمل يعني ايه حركه واحده او تراك من اللي انت بتعملهم. فقال لي اوكي. فلقاني بعمل الموضوع ده يعني بانطلاق قوي يعني فمره على مره. فوانا بعمل ده كان فتح باب القفص وخرج بره وانا كنت جوه لوحدي. فالمهم بعد ما خلصت بحيي الجمهور يعني وببص لقيت نفسي لوحدي في القفص. طبعا كنت فرحانه جدا انا مدربه بقيت مدربه اسود يعني. ومن هنا جات له بقى فكره ان اكون مدربه اسود وان اعمل الفقره كلها من اولها لاخرها شو لوحدي. ده بعد ما كنت اصلا يعني مع التعبين مع التعبين واسود. الله. وشمبانزي وحصان، يعني اتعاملت مع حاجات كتير. حاجات كتير. طب قول لنا بيبقى عندك وقت ازاي تهتمي بنفسك وانت عندك اصلا تدريبات كتير جدا وكمان مع اسود؟ يعني ازاي بتهتمي بنفسك وانت بنت اموره برضو جميل؟ لا مقسمه وقتي، وقت للمذاكره، وقت للاساتذه، وقت لحياتي الخاصه. لا مقسمه وقتي كويس الحمد لله. بتقسميها. طب لازم بيكون عندك شخصيه قويه جدا عشان تقدري ان انت تتعاملي مع اسود الكبار. يعني احنا دلوقتي معانا نموذج صغير كده بيبي عنده كام سنه ولا عنده كام شهر؟ لا خالص عنده شهر واحد. عنده شهر. ازاي بتتعاملي مع اللي اكبر منه بقى؟ طبعا انا في ما بيني وما بينهم في حب، يعني بنتعامل مع بعض في حب قوي ما بيننا. فالاسود حتى تلاقي الاسد هو داخل الشغل لازم يدخل يتدير من نفسه عليا وابتدي العب الشعر اول يعني اللي هو لاعبيني فوقيني قبل ما ادخل اعمل العرض، كل ده قصاد الناس يعني والناس قاعده. فبدخله فبيبتدي ان هو يقعد بقى اللي هو ايه اللي هو مقريف شويه، خليني كده خليني اكون فريش. فببتدي العبه واخليه كده يفك عشان يقدر يطلع ويعمل الشو مع معايا ويكون يعمل شو كويس. الاسد بتدلع قوي، احنا شايفين عمال يعني دنايم خالص. ما لسه بيبي برضه. احنا مصحيينه عشان كوتا صح؟ كوتا واخدينه من مامته عشان يجي يحضر النهارده. بس كوتا ولد، المفروض النهارده ما يبقاش معانا في اليوم طبعا لان اليوم كله بنات. استثناء عشان ده اسد. يعني مش مشكله وعنده شهر مفيش اي مشكله. هقول له ايه اتفضل في الاستوديو براحتك سيطر. بس شكله وديع يعني عن الطبيعي. يعني خليه ماشي وديع بس لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي. طب النوسه يعني لما بتيجي بقى تتعاملي مع الناس كده بره وكمان العلاقات بقى مع الولاد بقى والشباب والحاجات دي، ما بيخافوش منك وانت مدربه اسود؟ لا خالص. ليه؟ لان انا مدربه اسود الفقره بتاعتي اللي هي الساعه او الساعتين بتاعت السيرك. ما بيت اليوم كله عادي يعني بنزل الصبح بخرج بروح جامعتي بعمل كل حاجه انا عايزاها. قابلتي حد مثلا قال لك ايه ده ايه ده مدربه اسود لا مش عايزه اتعامل معاكي انا بخاف منك؟ ولا مفيش حد عمل معاكي كده؟ لا الحمد لله مفيش لحد دلوقتي. لا لسه مفيش حد يعني الحمد لله مفيش حد بيخاف مني يعني. لا طبعا مش هيقدروا. طب قولي لي يا نوسه، انت اصلا دارسه قانون دولي تمام؟ ايه اللي جاب القانون الدولي للاسود؟ انت مش شايفه الموضوع متعارض مع بعضه قوي؟ اوكي. هي البدايه كان بدايه ان انا خلصت ثانويه عامه والتنسيق وداني الحقوق، خلصت حقوق عمل اللي هو ليسانس حقوق، عمل دبلومه قانون دولي، وبعد كده جلسات تحكيم، بقيت دلوقتي مستشار تحكيم دولي. بس انا كنت بعمل الدراسه دي في وقت الفراغ ده بالنسبه لي. اما كان الاساسي عندي كان هي التدريب. التدريب مع الاسود لاني من صغري بقى معاهم وطالعه في الموضوع ده. فانا كان بالنسبه لي ده في وقت الفراغ، كل ما الاقي نفسي فاضيه اروح عامله حاجه. بس الاساس صراحه معاهم لاني وقت تدريب الاسود بياخد وقت كتير قوي، لاني عندك مثلا في الفقره حاجه مثلا تطلع 5 دقائق شو بتبقى تدريبها بياخد من سنه لثلاث سنين تدريب للاسد. فطبعا وقتي كله بيروح معاه عشان يعمل بس حركه تاخد 5 دقائق مثلا. بس انت حابه ايه اكتر؟ حابه انت مثلا تشتغلي بشهادتك ولا حابه ان انت بقى تكملي في كارير اللي هي تدريب الاسود؟ لا اكيد اكمل مع الاسود. طب لو جالك بقى حد يتجوزك وقال لك لا انا ما ينفعش تبقى مراتي مدربه اسود وانا قاعد في البيت كده ويتدرب لي والاسود داخله عليا، واقعدي بقى واشتغلي بشهادتك، هتعملي ايه؟
هشتغل اسود وهقول له لا مش عايزه. لا انا للاسد. هي انا للاسد فعلا. لا هقول له الاسد طبعا. وبالنسبه لي دول احسن يعني. اصلا الاسد يعني حيوان حنين جدا جدا يعني، رغم ان هو حيوان مفترس بس عنده كميه حنيه مش طبيعيه. ممكن هتستعيضي عنه عن الرجاله؟ اه ما انا عامله كده دلوقتي. ازاي بس الرجاله مهمين برضو انها يعني لازم تكوني اسره وفي الاخر لازم تتجوزي. عملنا حلقه النهارده بناتي خالص، عملنا اهو كلنا حلقه بناتي ومش محتاجين رجاله فيها، فاهماني؟ بالنسبه لي مش محتاجين. هنشوف الصور اللي معانا على الهوا. الله ده نفس. لا ده اكبر، ده اسد اكبر. دي جودي. لا ده كان اسد كنت في افريكانو بارك، فكان الاسد كان عاجبني قوي انه بيطلع ضوافره في وشي. يا سلام يعني عشان كده. فقلت له طب تعالى بقى وريني يعني اللي انت قد كده وبتطلع ضوافره في وشي. ده انا وانا صغيره مع التعبان، مش قادره اشيل التعبان، كان تقيل جدا عليا. ده طبعا الاستاذ كان الفترة بتاعتك اللي دايما تقعي فيها. ايوه. لا احكي لنا انت على طول كنت بتعملي من كتر ما بقى عليه الصراحه. كمان احكي لنا بقى على الفقره انت بتقعي فيها دي ازاي. ده كنز يعني تعب مني. انا على طول في شو الاسد بيقف واطلع يعني اركبه زي الحصان. فبالنسبه يعني كنز كل ما اطلع يا اتزحلق يا اتكعبل فيه يا بتاع، فالاسد جاله بقى عقده مني. كل ما اطلع اركبه يروح باصص لي اللي هو هي هتقعي ولا ايه، انا زهقت منك كل يوم بتقعي يعني. بس الحمد لله بقى دلوقتي كويس وبقيت اعمل معاه العرض كويس. بس فريده انت بتقولي دايما في العروض بيبقى في خطوره ان انت تقعي، فايه بتعملي ايه بقى لما بيحصل موقف زي ده يعني، او الخطوره اللي بتحصل لك دايما في مع الاسوده ايه هي؟ انا بتفادى حاجات بعملها ان انا بكون بحاول على قد ما اقدر لبسي يكون ما فيهوش حاجات تزحلق حاجات تعلق، لاني ممكن الاسد وهو بيلعب معايا ايده تتعلق في هدومي انا انتهيت. بحاول ان انا بكون ماشيه واخده بالي من خطواتي واخده بالي من الاسود اللي حواليا، عشان ساعات بتجيلهم يعني اعوذ بالله وقت كده لحظه الهجوم طبعا باخد بالي بكون عيني في وسط راسي. حتى لو انت مدربه بتاعته ممكن يجي عليكي؟ ملهاش علاقه يعني، انا مدربه بس هو برده في الاول وفي الاخر حيوان مفترس. عنده حته الغريزه بتلعب دور. حصل كده قبل كده معاكي او مع حد من عيلتك؟ حصل، بيحصل معايا على طول. مدربه اسود فبيحصل. بتتعاملي معاه ازاي بقى في الموقف ده؟ شخصيه المدرب هنا بتبان، بيبقى تركيزي ليه اعلى، ان انا المفروض مثلا لو تركيزي للفقره كلها 100% او الاسود كلها بيبقى بتحاول ل 70% للاسد اللي هو اللي جات له الحاله المجنون ده دلوقتي و 30% لبقيه الاسود. بتتعاملي معاه ازاي؟ ببتدي اهديه. ببتدي اهديه لغايه بس ما يخلص الشغل. بتزعقي فيه بقى واسكت لا ما تعملش كده؟ زعق في اسد. انا بشوف المدربين بقى صوتهم لازم يبقى عالي كده. ده فعلا بيحصل ولا على حسب الخطا اللي عمله ايه بالظبط ببتدي رد فعلي يكون عليه. ممكن يكون بنظره ابص له، ممكن ان انا بحذره ما كده بقى بتتفاوت يعني. ممكن ان انا مثلا ولو عمل حاجه صح بديله المكافاه بتاعته اللي هي بتبقى عباره عن اللحمه اللي بيحبها. لحمه حته لحمه بالظبط بتبقى كده يعني. بس انت بتقولي ان هو ما بياكلش لحمه طبيعيه دي يعني، قلت لي قبل كده هو بياكل بالكيلو. كيلو كذا كيلو يعني بالظبط. هو بياخد كميات. طب الاسد الصغير بياكل تقريبا من كام كيلو؟ لا ده لسه ده بيرعى سمن مامته. ده بيبتدي صغير. ده لسه غلبان. ده بيبقى ما بين مامته وما بين عندي في البيت ده. طب هل في مثلا حاجات معينه بتعرفي منها ان الاسد ده هيهجم او هيبقى في حاله هجوم عليكي؟ بيحصل كذا حاجه. بيحصل مثلا الاسد تلاقيه بيبتدي عينيه تكون مدوره يعني تكون مدوره، عينيه بتبتدي تلمع تنور. تلاقي شعره يقف، تلاقي ديله ما بين رجليه، ضوافره طبعا بتبتدي تطلع. طبعا اول ما بشوف ده بكون عارفه ان هو في حاله هجوم. ابتدي بقى اسيطر على الموضوع بقى. يعني بتحصل بنسبه كام تقريبا في المية؟ ممكن نقول بنسبه 90% في كل فتره. 90%؟ طبعا. ان انا لازم خطر على طول طول الفتره. طبعا امال انا يعني مدربه اسود على اي اساس؟ لان دي حيوانات مفترسه. لاني لما باجي بتعامل في الشركات اللي في اوروبا بيمسكوا الاسد بيشيلوا منه المخالب بتاعته. فانا عندي لا، بحب احافظ على الاسد بمخالبه وبسنانه وكل حاجه عشان ما احرموش من حاجه ربنا ادهاله، ان هو لما يحب ياكل او يعني ياكل اللحمه بتاعته يمسكها بضوافر وكده. ما بحبش ان انا احرمه من ده. طب قولي لي لو مثلا حصل مشكله ما بين اسد واسد ممكن تتعاملي معاه ازاي؟ يعني اكيد في مشاكل كتير بتحصل. الموضوع ده حصل اصلا مع بابا وجدتي، وحصل ان هي كان حصل لهم حادثه رهيبه، نزل عليهم 17 اسد ونمر وعوروهم تعويرات. يعني حادثه معروفه في اسكندريه. كان بسبب ان اسد بيعاكس اسده، فالاثنين يعني الاسدين يعني عينيهم على اسده،
فهي بتبتدي تتدلع، فهو شايل يعني ده باصص ده زي زي البني ادمين بالظبط، غيران بالظبط. فاللي هو نزل في العرض، هو نزل بيعمل الشو الاسد، راح الاسد التاني اللي غيران عليه راح نزل، راحوا اتخانقوا مع بعض. بابا بيبعد الاثنين عن بعض، فابتدوا ان هم يسيبوا الخناق مع بعض ويدخلوا على بابا وجدتي. الاسود كلها نزلت كلها بتجامل بعض، بس بابا وجدتي تعوروا تعويرات وحشه، بس الحمد لله دلوقتي تمام. طب الحمد لله تمام. الحمد لله. طب انت بقى قولي لي يا انوسه، فوق معاهم شويه مدربه فوق صح صح، لو خليني نايم يعني ما تتعبوهوش معلش انا نفسي اشيله بس بخاف انا الحاجات دي. لا ما تخافيش، ده غلبان خالص، لا مش حاجه. قولي لي يا انوسه، مدربه الاسود كل الناس متخيلاها انها شخصيه كده قويه وتبقى جامده وجسمها جامد وكده، انا شايفك ان انت منوته اموره قوي، ازاي بقى احكي لنا يعني ازاي عارفه تسيطري ما بين ده وده؟ احنا اتفقنا ان هو اكون مدربه اسود جوه بتبقى يعني شخصيتي هي اللي قويه، مش منظر شكلي مش او شكل جسمي الحقيقة. او كده لا، وكمان تعامل معاهم بيبقى هم يعني في ما بيننا حب الصراحه، يعني انا والاسود بتاعتي انا بالذات، حتى ما تشوفي الشو بتاعي تحسي ان انا داخله جوه، يجيلك ويجيلك كمان فكره اللي هو تحسي ان في وقت من الاوقات ان ده مش اسد، بس لما تبتدي اللي هو تقولي انا ممكن ادخل فتلاقي الاسد يعمل اي حركه لا تفوقي لا ده اسد ده فعلا، ودي فعلا مدربه. بس بحاول اوصل صوره للناس ان انا بعمل عرض لذيذ دمه خفيف ما فيهوش حته الاثاره والشخط وكده، عشان عايزه الناس تحب فقره الاسود، مش طول الوقت قاعدين خايفين كده مرعوبين من الفقره اللي بتحصل. طب انت كمدربه اسود بقى، وطبعا الشخصيه القويه اللي انت تكلمي عنها بس برضو زي القمر ما شاء الله، فارس احلامك بقى مواصفاته ايه؟ يكون بيحب الاسود ده برضو، ده اول حاجه. طب وبعدين اول حاجه بس هو اهم حاجه يعرف يتعامل مع الاشكال دي يعني بس ممكن برضو تعلمين ان هو يدرب اسود بعد كده يعني لو حب اوكي ما عنديش مانع، بس ما اعتقدش ان في حد عاقل يقدر يعمل فكره زي دي. مش هينفع. انا كنت عايز اسالك بس سؤال مهم، اني شايفه ان المراه اخذت حقها ولا لسه، واحنا النهارده في يوم المراه العالمي. لا اصحى اصحى. المراه ابتدت تاخد حقها، بداية ان انت بقيتي تلاقيها في مجالات كتير، تدريب اسود، سواقين، طيران، في حاجات كتير الحمد لله ابتدينا ناخد خطوات في حاجات زي دي، فانا شايفه ان احنا بنبتدي نعمل ده والحمد لله واصلين لحاجه كويسه. بس الامثله اللي انت بتتكلمي عنها دي موجوده بقالها كتير، يعني مش هنقول بقى ان احنا لسه بنبتدي، يعني في مجالات كتير قوي بتلاقي المراه والمراه كمان متميزه. طب ده كويس، دي حاجه كويسه جدا، بس انا يعني من نظرتي ان من كم من 10 سنين قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، وابتدى الكلام ده يحصل اخر 5 سنين متهيألي او اخر 4 سنين، فده كويس جدا حاجه ان احنا وصلنا لها يعني. يعني وانا باعتباري كمان بقيت اصغر مدربه اسود في مصر، مش مفيش اصغر، لا دي اصغر بنت يعني. فدي برضو حاجه غريبه، كل اللي يشوفني او يبص لي اللي هو انت بنت وبتعملي ده واصغر مدربه، انا راجل ما اقدرش اعمل ده او اتعامل في ده. ناوي تعملي ايه في الفتره اللي جايه بقى؟ هتكبري مثلا الشو بتاعك، هتدخلي فيه اسود جديده؟ ابتديت دلوقتي ان انا ادخل الاسد الابيض في العروض بتاعتي. ايه الاسد الابيض ده؟ نوع من الاسود، دي الاسود اللي هي العاديه بتاعتنا بتاعت افريقيا. في الاسد الجديد انا جايبه اسد لونه ابيض، فده فقره جديده اول مره نشوفه. هو لونه كده بيختلف، ويعني لا انا قصدي ان الالوان هو لونه ابيض يعني بتختلف، بيبقى اشرف او اي حاجه. بيبقى طبعا اشرف، طبعا اشرف طبعا. ده منين بقى؟ ده جايبه من جنوب افريقيا. وبتاع ده ان شاء الله، وعندي كمان نمور بيضاء جايبه من روسيا ان شاء الله. هعمل شو مختلف، تبقى تدخلي تشوفي العرض عباره عن اسود ذكور واناث، ونمور ذكور واناث، والاسد الابيض والنمر الابيض، شو متكامل، انك مش محتاجه تروحي تشوفي ده كتير، لا تشوفي ده في فقره واحده. بما اننا في يوم البنات، مين اشرس، الاسد الراجل ولا مراته؟ مراته طبعا. اكيد، وانا العرض بتاعي عندي اناث، فانا بعشق الاسود الاناث، بحب حتى يقولوا لي انت بتحبي الشراسه، اقول لهم لا انا بحب الاسود الاناث، تحس ان معاكي ليدي جوه لما بتمشي بتتحرك فعلا بتتدلع بقى وكده. جو البنات بتعمله. ايوه بالظبط، وتلاقي هي تبص، وعندي الاسود اصلا اسود عامه اشكالها مختلفين عن بعض. ايه بقى؟ فتلاقي اسده عينيها تحفه يعني ومرسومه، واسده عينيها ضيقه قصيره، واسده تخينه، يعني نفس الصفات عندنا في البني ادمين بالظبط، هو بالظبط بتلاقيه عندي في حيوانات مفترسه. فانا بقى عندي اسده بالذات اسمها نيلا، بحب اتفرج يعني انا جوه في الشو، انا اللي بحب اتفرج عليها، بحب اتفرج عليها في مشيتها، في بصتها، فيها تناكه مش طبيعيه انا بحبها فيها يعني.
احنا دلوقتي لازم نشكرك. انا